هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والبخور، يعني يتعمد شم ذلك؟ نعم، هنا لابد أن نوضح مسألة للإخوة المشاهدين والمستمعين. نعم. وهو التفريق بين مجرد الرائحة الطيبة من العطر وبين الدخان البخور، مثلا عود البخور هذا لما يعني يستخدم ويوقد بالنار، أو نقول احنا نشعلوه بالنار يعني، فيخرج منه دخان. هذا الدخان إذا تعمد الإنسان شمه فدخل إلى حلقه أفطر وعليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة، وأثم بذلك طبعا إذا تعمد. ولكن إذا يعني شم الرائحة الطيبة من العطر ولم يصل شيء من الرداد، مثلا لو كان عطر هذا اللي يقولوا له كولونيا الآن بخاخ، أو البخور دخان البخور، إذا تعمد شمه فدخل شيء من هذا الدخان إلى وجد أثره في حلقه، فإن هذا يفطئ، لا يجوز له ذلك، يكون ارتكب محرما وأفسد صومه وعليه القضاء. أما مجرد الرائحة الطيبة، هناك عطور ليس فيها دخان ولا رداد، رائحة طيبة هذه لا تفسد الصوم ولا شيء فيها إن شاء الله.